ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا، ويلا بينا نبدأ. وثواني، وركبوا عربيته الجيب السوداء، فتولى هو القيادة وهي جنبه بدون ما تعرف هي رايحة لفين. ومرت دقايق وهو بيراقبها بطرف عينه باستمتاع، لانها عايزة تعرف لفين رايحين. فتكلمت بنفس صبر، اوف هو انت هتاخد وضع الصامت ده كتير؟ طب قولي هنروح فين دلوقتي هتعرفي. طب حتى عشان اغير هدومي والبس حاجة مناسبة. انت كده قمر، يعني معقول هتروح تحتفل بخطوبتك مع اللي مفروض انها خطيبتك وهي باليونيفورم وشنطة المدرسة؟ عجباني كده. وبعدين انا اول مرة شفتك كان بلبس المدرسة، ووقعت في حبك وانت بلبس المدرسة برضو. ابتسمت بخجل، وفي اللحظة دي رن تليفونها فتضايق قاسم وقال، ردي دي اكيد مها هانم خايفة عليك من الوحش اللي معاكي. دي فعلا مها، وفتحت الخط وطمنتها انها برفقة قاسم. وبالطبع قامت مها بتوصيتها من قاسم وتصرفاته، وبعد وقت وصلوا للمكان اللي حجزوا قاسم مخصوص ليهم هما الاتنين وبس، وهما ماسكين يد بعض. فاتسعت عين جودي بصدمة فقالت، نايت كلاب؟ ايوه، بس مفيش حد هنا خالص. طبعا مش هسمح لحد يشوف القمر بتاعي، وكمان عشان نرقص براحتنا. بجد مبسوطة قوي، بس الاول لازم تاكلي. لا تعالى نرقص. طب بتعرفي ترقصي اصلا؟ طبعا. معقول؟ خليهم بس يشغلولنا اغاني. رفع قاسم تليفونه وقام بالاتصال باحد الاشخاص، وثواني اشتغلت اغنية شعبية، ففرحت جودي وقامت ترقص وهي بتتمايل بنعومة على الاغنية وكأنها راقصة محترفة. وثواني واتصدم قاسم من الصغيرة دي اللي بترقص افضل من اي حد، وطول الوقت قلبه بيدق من الفرحة بحبيبته وهي بترقص وبتتمايل بنعومة. فقرب منها بلا وعي وقال بعيون راغبة فيها، جودي كفاية ابوس ايدك، انا ماسك نفسي عنك بالعافية. والحسن الحظ في نفس اللحظة اتغيرت الاغنية لاغنية مافيا، فسقفت جودي بحماس وهي بتجذب قاسم للرقص معها. وبالفعل بدأ يرقص معها وهو بيضحك من كل قلبه على شقوتها، وهي بترقص بمرح جعله ينسى كل شيء، سنه وهبته وشموخه. وبدأ بالرقص معها وكأنه شاب في العشرين وهو بيضحك وهي بترقص وبتقلد محمد رمضان وهو بيقول مافيا مافيا. وبعد وقت طويل من مرح وجنون وشقاوة جودي وضحك قاسم اللي كان فرحان وهو بيشاركها في جنونها، فقال جودي بفرحة، يا جودي جننتيني، طب يلا ناكل انا جعت، ونبقى نيجي نرقص تاني. اوه يلا بينا. ضحك قاسم بصوت عالي وقال، مجنونة بس بحبك. فسحبته وقعدوا على الترابيزة عشان ياكلوا. فتكلمت جودي بفرحة، بس عارف كويس انك حجزت المكان لينا لوحدنا عشان نعرف ناخد راحتنا. يعني ده مش ضايقك؟ لا بالعكس، كنت هتكسف ارقص قدام الناس كده احسن كتير انا وانت وبس. فبص لها قاسم بعشق خالص، ودام الصمت ما بينهم دقايق لحد ما قطعوا قاسم وهو بيقول، طب ممكن تغمضي عينيكي؟ ليه؟ غمضي بس.
أوكي أهو. وغمضت عينيها فطلع قاسم علبة زرقاء قطيفة وهو بيقول فتحي بقى. فتحت عينيها وشهقت من الصدمة وهي شايفة عقد ألماس غالي جدا وجنبه خاتم خطوبة على شكل ماسة من الألماس الحر. فقالت بصدمة ايه ده يا قاسم؟ شبكتك يا حبيبتي، اول مرة اشوف عروسة تتخطب وما تسألش عن شبكتها ولا حتى الدبلة. ايوة بس ده كتير قوي، وكفاية الدبلة ده، حتى الدبلة شكلها غالي جدا، دي ألماس حر. ليه كده؟ ما كان ممكن دبلة بسيطة قوي وكنت هفرح بيها جدا زي كل البنات. اولا ده مش كتير ابدا، ثانيا انت مش زي اي بنت، انت غير اي واحدة انا شفتها او ممكن اشوفها، ثالثا انا اصلا عايز اجيبلك الدنيا دي كلها وحاسس انها هتبقى شوية عليكي، رابعا بقى وده الاهم، في حد يرفض هدايا كتير كده؟ اي واحدة مكانك كانت هتبقى طايرة من الفرحة وعايزة تاخد اكتر كمان. جودي بحب وصدق، بس انا مش كده وعايزك انت بس. انتي قلتي ايه؟ في ايه؟ انتي قلتي ايه من شوية؟ انا متأكد اني سمعت، قولي. قلت عايزك انت. غمض عينيه وهو مستمتع وقال ياه اخيرا قلتي حاجة يا جودي، ده انا كنت قربت ايأس. فبصت للارض وهي مرتبكة ومكسوفة وقالت انا عارفة اني لسه يعني. براحتك يا حبيبتي، خدي وقتك، انا عارف اني استعجلت وقررت حاجات كتير قبل اوانها، بس ده فعلا من عشق ليكي يا عشق قاسم انتي. وانتهت الليلة بعد ما وصل حبيبته لبيتها وهو طاير في السماء من شدة السعادة، فدخل لبيته وهو بيدندن بأغنية كانت بترددها جودي وهما في العربية، فابتسم على شقاوة حبيبته بدون ما ياخد باله من العيون اللي مراقباه، فسمع الصوت بيقول حمد لله على السلامة يا قاسم بيه. كان الصوت ده صوت والده وهو بيتكلم بغضب وتهكم، فتوقف قاسم وخد نفس عميق وهو بيستعد لسيل من الأسئلة اللي هتنهال عليه، فتكلم مجدي وقال أهلا بالابن البار اللي خطب واختار وكمان أعلن خطبته قدام مصر كلها. كده يا قاسم بقى ابني الوحيد يروح يخطب وفجأة وكمان من غير ما يقول لنا ولا نروح نخطب له، لا وكمان نعرف من الصحافة زينا زي الناس. لا والأصعب من كده، خاطب عيلة صغيرة، أنا ما صدقتش نفسي لما عرفت عمرها. يا بابا قاسم أنا عارف إنك كبير كفاية وبنيت مجموعة شركات مهران من مبلغ صغير قوي وتعبت كتير وسهرت كتير، وأنا مش ضد إنك تخطب بس تكون من سنك أو حتى سنها مناسب، إنما عيلة في ثانوي وتكون واحدة عارفينها وعارفين أخلاقها ومناسبة ليك اجتماعيا وعلميا وسنا كمان يا قاسم. خلصتوا؟ أنا أكتر واحد عارف مصلحتي، وجودي مناسبة جدا ليا وأنا اخترتها بقلبي وعقلي كمان. البنت صغيرة ومش مناسبة ليك، هي صحيح حلوة جدا بس ما تناسبناش يا ابني. قاسم أنا خايف عليك، الخطوبة دي لازم تتفسخ. وعند الحد ده انفجر قاسم من الغضب وقال هو حكم؟ واضح فعلا ان شغلانتكو طبعت عليكو. ولد خد بالك من كلامك، وحضرتك كمان تاخد بالك ان اللي واقف قدامك ده راجل طول بعرض عدى 30، الكل بيخاف مني وبيعمل لي حساب موقفني قدامك زي العيل الصغير ونازلين اسئلة واستفسارات. على فكرة انتوا في البيت مش تحية في المحكمة يا سيادة المستشار والأستاذة المحامية ماما، عشان تبدأوها بسين وجيم ونتائج واستفسارات وفي الآخر توصلوا للحكم النهائي واللي هو أسيب جودي البنت الوحيدة اللي حركت فيها حاجات افتكرتها ما تولدتش معايا أصلا. بهت وشهم لثواني من كلامه الصادم ليهم وهو سكت برضو وهو بيحاول يهدي غضبه، فغمض عينيه وفتحهم مرة تانية وقال أنا اللي عايزه عملته خلاص ومش مسموح لأي حد،
أي حد لو مين ما كان إنه يبعد جودي عني. قال كده وطلع على السلم لأنه عارف أبويه كويس جدا، فمش هيسمح لهم بأنهم يبعدوا حبيبته الصغيرة عنه. فطلع للأوضة وهو بيتنفس بغضب لأنهم عكروا فرحته مع حبيبته، فكان بيسأل نفسه هو ليه ما بتكملش فرحته. وبعد شوية ابتسم تلقائيا وهو بيفتكر شقاوة جودي ورقصها اللي كان مفاجأة عمره، فما كانش يعرف انها بتعرف ترقص، فلو استمرت في الرقص لأكتر من كده كان هينقض عليها ويجعلها مدام قاسم مهران بالغصب ويحصل اللي يحصل. وثواني وضحك بصوت عالي وهو بيفتكر رأسهم المجنون مع بعض، فلو حد أقسم له قبل كده إنه هياجي عليه يوم ويرقص بكل المرح والجنان ده ما كانش هيصدق على الإطلاق. فاتكلم بتنهيدة: آه يا جودي، مفيش حاجة بتفرحني وتخليني أضحك غيرك. فمسك تليفونه واتصل بحبيبته اللي بينسى معها العالم وكل همومه. وثواني وردت جودي وقالت: ألو ألو، وحشتيني وانت كمان. سكتوا لثواني فقالت جودي بقلق: قاسم. نعم يا عشق قاسم. مالك يا قاسم؟ ابتسم بحب لأنها بقت بتحس بيه حتى لو مش قصدها، فقال: وعرفت منين اني متضايق؟ حسيت بيك من صوتك. مفيش حاجة يا حبيبتي. مش عايز تقولي؟ لا مش كده، بس انا فعلا بقيت كويس لما كلمتك. قاسم بجد عايز اعرف، هو ينفع يبقى في حاجة مضايقاني ومحكيش ليك عليها؟ لا طبعا، تقولي لي على كل صغيرة وكبيرة. طيب شفت، اهو نفس المبدأ. كنت بتلعبيني. ماشي يا جودي. بلعبك. بس انت مش قد اللعب مع قاسم مهران. ما تزوغش يا قاسم، قول في ايه. ضحك قاسم بصوت عالي وقال: لا صايع يا بنت. بصي يا جودي، هحكي لك بكرة، بس دلوقتي بجد عايز انام، واخر حاجة سامحها هو صوتي. اوكي، اهم حاجة تكون مبسوط ومرتاح. طبعا مبسوط، مش بكلم حبيبتي. اوكي، تصبح على خير. وانتي من اهله يا روحي. وقفل الخط وهو بيبتسم ونام على سريره ودخل في نوم عميق. وفي الصباح كان يامن قاعد في بيته الفخم اللي عايش فيه مع اهله، بيفكر ايه هيعمل عشان يبعد قاسم مهران عن جودي. وثواني ولمعت عينه بفكرة، فمسك تليفونه وقام بالاتصال على احد الاشخاص وبقى في انتظار الرد. وبعد ثواني: الو الو، ازيك يا كبير، عامل ايه؟ احسن منك. انجز، عايز ايه؟ ما انت اكيد ما افتكرتش ابن خالتك اللي مش بتسأل عليه كده لله في لله. ظالمني يا شاكر والله. يلا يا عد، انا اللي مربيك. تشكر يا عم. اخلص، عايز منك خدمة. شفت يا عد، واطي وانا عارف، بس كله عشان خاطر عيون خالته. طيب اسمع، في واحد عايزك تجيب لي الماضي الاسود بتاعه كله. يا ساتر يا رب، في ايه يا ابني؟ مش يمكن ملوش ماضي اسود ولا حاجة؟ مش لما تعرف مين الاول؟ مين؟ قاسم مهران. ايه قولك بقى؟ لا بس من ناحية شغله ملوش اي غلطات ولا اي هفوة، انما بقى لو علاقات نسائية وكده. ايوه هو ده المطلوب يا برنس. لا ده الموضوع شكله شخصي قوي، شكلها كده فيها مزة مشتركة. استنى استنى، مش ده قاسم مهران اللي اعلن خطوبته فجأة في مؤتمر صحفي؟ ايوه هو. يا ده خاطب حتة بيت، يا لهوي، كانت قاعدة جنبه كتكوتة كده، كتكوتة بس ايه وتكة. شاكر، ما خلاص. اوبا، هو الكلام عليها. طب مش تقول يا معلم، كنت ظبطها لك، محسوبك خبرة برضو، ولو عايزني اجيب لك معلومات
لا ما تقلقش، حياتها كلها عندي من كي جي وان. ماشي يا معلم، بالليل كل حاجة تبقى عندك. تسلم يا معلم، مردودالك حبيبي، هكلمك. ماشي سلام. وقفل الخط وهو بيبص بشرود بيفكر ازاي هيوقع ما بينهم. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، اتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لانه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. استودعكم الله، مع السلامة.